هل أسعار الكهرباء مرتفعة في مدينة عفرين قياساً إلى غيرها من المدن؟ وكيف تضع شركة الكهرباء في مدينة عفرين الأسعار للناس؟ وهل هناك سلطة رقابية على عمل مؤسسة الكهرباء في مدينة عفرين أم تشتغل بشكل عشوائي؟ كل هذا وأكثر نتناوله في حلقتنا اليوم من برنامجكم قضايا. يشتكي كثير من الناس في مدينة عفرين من ارتفاع أسعار الكهرباء، فيما يقول بعضهم أنهم يضطرون في بعض الأحيان إلى بيع بعض المواد الغذائية التي يحصلون عليها من أجل دفع فواتير الكهرباء. للحديث والحوار حول هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف معنا الأستاذ مصطفى حنورة، المدير الإداري والقانوني للشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، وتحية كبيرة لقناة حلب اليوم التي تهتم بقضايا وأمور المواطنين في المناطق المحررة. أهلا وسهلا بكم أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء. سنذهب معا لمشاهدة هذا الاستطلاع ثم سنعود لمناقشة موضوع حلقتنا اليوم. أنا جاي لبيع ساعة الكهرباء، بيتي متضرر، انتقلت على غير بيت، بدي انقل الساعة بدهم 200 ليرة. تراكمت علي دفعات المي صاروا حوالي 800 ليرة. أنا ما عندي قدرة، أنا مرة أرملي عندي معاقين، ما عندي قدرة أني أدفع للكهرباء. بدك تدفع للكهرباء مشان تركب مي بدك عداد بسبعين دولار 80 دولار، وأنا ما عندي هالشي هذا، اضطريت أني بيع الساعة. يا بي احنا عملنا حق كهرباء شحادة، قولوا فعل شحادة، شغل ما في. أنا موظف، تمام؟ موظف، راتبي 2000 ليرة، شو بدي كفيني 2000 ليرة؟ اللي شو بدي كفوه؟ كهرباء ولا مي ولا نت؟ أنا اليوم مكسور علي 8 شهور مي، كتر الله خيرهم قسطوا لي المي لكل دورة بدورة. يعني حالة مزرية، أسعار نار. والله الأمن عم نشتغل يعني وماشي الحال، عم نشتغل يعني بنحاول نشي آخر الشهر يكون معنا دفع الفاتورة الكهرباء المي والكهرباء يعني. اي يعني بس المي شوي يعني عطوا علينا، شايف المي يعني المي عطوا علينا فيها شوي بسعر المي يعني. هلا رغم التخفيض ما احسن، ليش؟ عندي اولاد بدها تاكل يعني، عندي امور عرفت شلون، احيانا دواء لي كوني مصاب. المي ماشي حالها بس كمان ما دفعت لهم من يعني من تقريبا من قبل عيد كبير الماضي، يعني صار لي شيء 7-8 شهور يعني جاي عبي اليوم، صلي واحد يعني يعطيني شيء لله، جبت مصاري وجي اعبي مي وكهرباء لانه ما عندي غير لوح الطاقه. لوح الطاقه بهالشو ما بشغل لك مروحه اليوم مزبوط، يعني عندك اطفال عشان ما تاخذ على المشافي، هذا سخن وهذا برد. والله من هالمعونه من هي على نعم في الساحل، كانوا لا خزاني لا براد غير هالضوء، يعني ما عندنا غيره او هيك الحمد لله. غالي ولا رخيص؟ لا غالي، يعني كانت اول ما عم عملناها قهوه، هلا غالي والله يعني احنا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى ضيفي العزيز الأستاذ مصطفى حنورة، المدير الإداري والقانوني للشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية في مدينة عفرين. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الأعزاء من جديد. أستاذ مصطفى، شاهدنا معنا الاستطلاع، ما تعليق حضرتكم على قول الناس إن الكهرباء غالية جدا أو مرتفعة السعر في مدينة عفرين؟ تحية مرة ثانية لك وللسادة المشاهدين جميعا. بالمجمل نحن في المناطق المحررة مثل ما بتعرف، هو الإشكالية الكبيرة والأساسية هي متوسط دخل الفرد الذي يصل إلى 2000 تركي بمعدل يعني كبير كتير، وهذا نسبة كتير كبيرة بالنسبة للمواطنين الموجودين في المناطق المحررة. نادرا ما تشوف حدا عنده 2000 ليرة تركي راتبه بالشهر. أضيف لذلك في عندنا مستوى البطالة المقنعة الموجودة ضمن المناطق المحررة، فهذا كله شيء عم بيساهم بيش بإحساس المواطن ارتفاع أسعار الكهرباء، علما أنه أسعار الكهرباء من الشهر الأول لغاية هذا الشهر تعرضت لثلاث مرات للتخفيض وفق الأسعار السابقة، وهذا الشيء كله ملاحظ وفق الأسعار الموجودة في مدينة عفرين. لازالت مدينة عفرين وفق الأسعار الموجودة فيها بالنسبة لأسعار الطاقة هي الأفضل سعرا بالنسبة لغصن الزيتون
أفضل سعر من الأسعار الموجودة في منطقة درع الفرات ومنطقة إدلب والريف اللي تابع لها. نعم، يعني عفرين هي الأفضل في المناطق المحررة جميعا قياسا إلى السعر. بالضبط أستاذ. لو تحدثنا عن التخفيض، لماذا خفضتم وكيف وصل التخفيض إلى هذا الحال؟ هلا مثل ما بتعرف أستاذ مصطفى، نحن ارتفاع الأسعار أو انخفاض الأسعار مرتبط بسوق عالمية، سوق الطاقة العالمية، يعني من هيئة وزارة الطاقة الموجودة في تركيا اللي نحن بنستورد منها الطاقة الكهربائية. فعلى أثر أي حركة أو أي نشوء أو أي حركة أسهم بما يخص هذا هيئة وزارة الطاقة الأسعار، فنحن ملزمين في هذه الأسعار الموجودة فيها. نعم، لو تحدثنا أستاذ مصطفى عن آلية وعمل شركة الكهرباء في عفرين، كيف تعمل؟ ما هي سياساتها؟ التعامل الداخلي، التعامل مع الناس، استجرار الكهرباء، لو تحدثنا من أجل أن يأخذ مشاهدينا فكرة عن آلية عملكم. تمام أستاذ مصطفى. هلا الشركة أول ما تم إنشاءها في مدينة عفرين، كان في لها سابقة في منطقة درع الفرات في منطقة صوران واخترين. تم الحصول على عقد في مدينة عفرين، وتم إنشاء محطة في مدينة عفرين ومحطة موازية في منطقة الريحانية لكي يتم استيراد الكهرباء بشكل رسمي من عبر المحطتين، محطة بتصدر ومحطة بتستقبل، ومن ثم يتم توزيع الكهرباء من محطة عفرين إلى مناطق عفرين وأريافها. نعم. هي كمرحلة أولى. بعدين في المرحلة الأولى تم وصول التيار لمدينة عفرين ب 19/11/2020، ثم بدأت تغذية مدينة عفرين وجنديرس بنفس الوقت، ومن ثم انتقلنا إلى مرحلة تغذية مراكز المدن شيئا فشيئا للوصول إلى مرحلة تغذية كافة مراكز المدن باستثناء مدينة بلبل. المرحلة الثالثة هلأ نحن منطلقين حول توسع التغذية باتجاه القرى الأقرب فالأقرب لمراكز توتر والأكثر عدد سكان يعني بالمنطقة. يعني غطت الآن الشركة عفرين وما حولها بالكهرباء أم ليس بعد؟ عفرين مغطية 100% كمدينة عفرين ومع القرى اللي تابعة على مدينة عفرين. جنديرس مغطية مع نسبة ما يقارب 15 قرية. شيخ الحديد مغطاة بالكهرباء. راجو مغطاة بالكهرباء مع 3 قرى. مع بطلي مع 3 قرى أيضا. شران مع كفر جنة، قطمة، أغلب النقاط هي كلها مغذاة بمدينة بالطاقة الكهربائية. متى من المتوقع أن تصل الكهرباء إلى كل المناطق؟ بصراحة هو في جدول زمني دائما مرتبط بتأمين المواد الأولية، الانتشار الواسع للمناطق والمساحات الكبيرة. فنحن عم نروح للمدن أو القرى الأقرب فالأقرب لمراكز التوتر الموجودة حاليا. لو تحدثنا عن جودة خدمة الكهرباء، معدل التكرارات، معدل التوتر، كيف يعني ممكن يكون هذا يسبب أذى للبيوت، للمواد، للعدد الكهربائية، للآلات، ومدى انقطاعها وجودة وجودها عند الناس؟ صحيح أستاذ مصطفى. هلا مثل ما بتعرف انه الطاقة الكهربائية هي طاقة عالمية، يعني مصدر من مصادر يعني الموجودة في كل دول العالم. نحن بمدينة عفرين بالذات وبالتحديدا يعني مدينة عفرين نحن وصلنا لمرحلة تحقيق مواصفات عالمية بتأمين الكهرباء على مدار الساعة، وهذا الشيء يعني ظاهر وموجود وملموس يعني بصراحة. يعني ما عندكم انقطاع؟ في بتعرض أحيانا أنت لانقطاعات ربما يكون نتيجة عوامل طبيعية. شفت المرحلة السابقة، مرحلة الشهر الثاني التي تعرضت للزلزال العنيف المدمر، مرحلة الإصلاح وصيانة المراحل السابقة اللي كانت على أثر هذه الحالات. في عنا حالات صيانة دورية، هي منظومة عالمية وفنية، في صيانة دورية دائما للشبكات والمحطات والمولدات. نعم، لنقل في الشهر الماضي أو الأسبوع الماضي كم يبلغ معدل الانقطاع بالنسبة يعني لليوم أو الأسبوع؟ يعني ما بيتجوز، إذا كان في اليوم بينقطع أكثر من ساعة ما بينقطع، بس مدينة عفرين ما في انقطاع. يعني ما يوجد انقطاع يومي لمدة أحياء ساعة؟ أحياء بسيطة لا ما في. ربما تفصل لنا أكثر يعني الانقطاعات. الانقطاعات ربما تكون في حي من الأحياء تعرض لعامل طبيعي مثل عواصف، مثل مر علينا بالشهر الثالث والرابع والخامس.
عدة عوامل طبيعية. في عندك أحيانا محتمل كان في عندك حركة صيانة بأحد القطاعات، فأنت بتطفي طفي لقطاع معين لتم الصيانة وبعدين بتعيد التنشيط فيه. أما إطفاء عام ما في كان لمدينة عفرين من الشهر الثاني لغاية الآن. هل هناك تقنين؟ لا يوجد. نعم. أي تقنين. أستاذ مصطفى، لو تحدثني، هل هناك سلطة رقابية تشرف على عمل شركة الكهرباء؟ من ناحية العمل ولا من ناحية الأسعار؟ من ناحية كلاهما بالضبط. وإن كان هناك بند ثالث غير معلوم للجمهور لو تحدثنا. نعم أستاذ. تمام أستاذ مصطفى، مثل ما بتعرف حضرتك نحن ملزمين بلوائح الأسعار اللي صدر عن هيئة وزارة الطاقة في تركيا، فلا يمكن أنه نحن نأخذ سنت فوق هذه الأسعار، وغير مقبول نهائيا. أضف لذلك هناك تنسيق من المجلس المحلي، هناك هيئات دائما في تواصل مستمر مع المواطنين للمراقبة في هذا الأمر. يعني أنا ربما أكون في عندي معتمدين خارجين، هذا مشروع تاني مستقل، تم تأمين مشروع معتمدين للأحياء الفرعية لمدينة حلب عفرين عفوا، فبدك تراقب هذا الأمر تحسبا لارتفاع أي سعر أو أخذ سنت فوق الأسعار المطلوبة أو الموجودة في المدينة. ممكن يحصل هذا؟ ربما توجد حالات فردية، بس لكن الشركة ممنوع نهائيا وما عندها هيك سابقة نهائي، ملزمة بالسعر المحدد من قبل وزارة الطاقة، هيئة وزارة الطاقة. وزارة الطاقة التركية. هيئة وزارة الطاقة المكلفة. نعم. بتحديد الأسعار. نعم. هي إذن السعر هو كما هو محدد من قبل هذه الهيئة، تباع الكهرباء هنا؟ بالضبط. إذن كيف تستحصلون على الضرائب أو مصاريف التشغيلية من الموظفين وغيرها إذا كان هذا السعر؟ هل السعر يشمل هذه المصاريف التشغيلية أم لا؟ طبعا أنت أثناء تحديدك للأسعار كله مدروس كله وفق المصاريف المقدرة من قبل الشركة. دائما نحن في عنا مثل ما بسموه تابلو، يعني هذا التابلو أنت ملزم فيه. نعم. ضيفي العزيز الأستاذ مصطفى حنورة، المدير الإداري والقانوني في الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية. مشاهدي الأعزاء، سنتوقف لفاصل قصير ثم سنعود لنتحدث عن الضغوطات التي يتعرض لها الناس من قبل شركة الكهرباء. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأعزاء. أهلا وسهلا بكم ضيفي العزيز. كنا تحدثنا أستاذ مصطفى عن قضية الرقابة على عمل شركة الكهرباء. هل هذه الرقابة شكلية صورية أم حقيقة تستطيع هذه الرقابة التي تحدثتم عنها إجراء تغييرات؟ وهل هذه الرقابة شعبية أو من سلطة أخرى، أي أم هي رقابة داخلية من الشركة ذاتها؟ تمام أستاذ مصطفى، مرحبا فيكم مرة تانية. الرقابة بتكون على مستويات متعددة. المستوى الأول هو هيئة وزارة الطاقة اللي بتشرف على تحديد الأسعار، الثانيا رقابة التعاون والتنسيق مع المجلس المحلي، ثالثا الرقابة الداخلية الخاصة بالشركة ومراقبتها لأي حركة في الشركة، رابعا عندك الرقابة الشعبية اللي عم نعطيه اهتمام كبير في هذا الأمر. نعم أستاذنا، لو تحدثنا عن إنجازات شركة الكهرباء قبل الانتقال للحديث عن موضوع الضغوطات التي يقول الناس إنهم يتعرضون لها من قبل شركتكم، ما هي إنجازاتكم؟ نعم تمام. إنجازاتكم. نعم طبعا أستاذ مصطفى، أنت نحن بالبداية الدخول إلى مدينة عفرين كانت فقدان كافة المواد الأولية والمعدات واللازمة لتشغيل الطاقة الكهربائية، فكان في عندك سباق مع الزمن لإعداد مدينة عفرين ومدينة جندرس، تم إعدادهم بوقت قياسي وتم إعادة تفعيل الطاقة الكهربائية في هذين المدينتين. ثم انتقلنا إلى تغذية المدن البعيدة مثل راجو ومعبطلي وشيخ الحديد وشران، تم تغذيتهم بزمن قياسي بصراحة، وهذا يحسب للشركة أيضا. الانتقال كمان إلى مدينة عفرين والأجزاء المحاذية لها والقرى المحيطة فيها، كمان تم العمل على تغذية المدن والقرى الأقرب فالأقرب، مد خطوط الشبكة إلى سد ميدانكي ومحطة التحلية في مدينة عفرين في كفر جنة. آخر مشروع كان هو مشروع تغذية سوق الهال الجديد الذي يعتبر فعلا معلم حضاري جديد بالنسبة لمدينة عفرين واقتصادي.
أيضا المرحلة التي مرت في الشهر الثاني التي تعرضت له المنطقة لزلزال عنيف مدمر، تم إعادة التوتر إلى مدينة جنديرس بزمن كبير جدا. نعم أستاذ مصطفى، اسمح لي هنا بسؤال صغير. بما أنكم تغذون محطة مياه شرب ميدانكي أو بعض المعالم العامة مثل سوق الهال وغيرها، هل هناك نسب تخفيضية لهم أم يعاملون معاملة الناس والمنزل، أم ربما تكون بأسعار أعلى؟ لا أستاذ مصطفى، في أسعار متعددة، هي في شرائح مثل ما نسميها نحن. في عندنا شريحة اسمها بتستهدف المنزلي، في شريحة بتستهدف التجاري، في شريحة بتستهدف الصناعي، وفي شريحة بتستهدف الحكومي. الحكومي الذي بيكون تحت إشراف المجلس المحلي، وفي بوابة للمنظمات الإنسانية العاملة في الداخل. نعم يعني شرائح، كل شريحة إلى سعر مخصص، ولكن متفق عليه، ما بتحدده الشركة، متفق عليه مع هيئة وزارة الطاقة. نعم يعني هنا، هل أسعار هذه الكهرباء بالنسبة للمحلي الخدمي للناس هو أخفض؟ يعني مثل المشافي أو محطة ميدانكي أو ما إلى ذلك؟ إيه بالضبط. هلا محطة ميدانكي وسد سد ميدانكي مثل ما بسميه هو بنفس سعر منزلي حاليا. نعم. هو كافة القطاعات اللي الحكومية بصراحة. بقية القطاعات يعني بتخضع لمنظومة التجاري. نعم. بيكون سعره هلا زيادة 10 قروش عن سعر المنزلي فقط. ما الضرائب التي يدفعها الناس لشركة الكهرباء غير تكلفة أو تعريفة استهلاك الكهرباء؟ أستاذ مصطفى، مفهوم الضرائب هو غير مطبق، ولا يوجد هيك منظومة ضرائب بالشركة نهائيا. يعني إذا رحنا بس لجانب واحد، هو في حالة الاستجرار غير مشروع، ما هو ضريبة، هو غرامة، هو جزاء، هو يعني نتيجة القيام باعتداء متعمد يعني. أما بقية الشرائح ما فيها أي ضريبة ولا أي غرامة، يعني ليس هناك أي شيء عن مفهوم الضرائب بالضبط. بالنسبة لشركة ربما في عنا شيء مفهوم اسمه المتابعة والخدمات، هي أجور نقل، أجور متابعة، أما في شيء ضرائب لا، ما في نهائي. أما الغرامات؟ الغرامة فقط بتروح لحالة السرقة أو إحداث ضرر يعني. كيف تساهم شركة الكهرباء بتخفيف الضغط المالي الاجتماعي على الناس؟ طبعا من حيث شركة الكهرباء وليس على عموم إطلاق السؤال. بالضبط استاذي. هلا نحن مثل ما بنعرف انه موضوع الصرف او المصروف الشخصي مرتبط بالمتوسط دخل الفرد يعني، فما عليه غير الارشاد او الترشيد في استهلاك الطاقه، كون انه هو متوسط دخله يعني او حالته ما بتتطلب منه صرف زياده، فما عنده غير موضوع الارشاد يعني. نحن استطاعت الشركه تامين منظومه معتمدين مشان تخفيف عبء المواطنين الوصول للشركه. وهذا كتير يعني ساهم ربما أنه المواطن يقطع عنده الكهرباء بوقت مسكرة الشركة، فبإمكانه التوجه للمعتمد والحصول على بطاقة بتغذي بالكهرباء في أي وقت ما. هذا يطرح علينا سؤال، ما الحد الأدنى الذي يمكن للناس دفعه لاستجرار الكهرباء لملء البطاقات؟ هلأ هو محدد وفق الأسعار من الشركة، أنه 100 كيلو بالنسبة للمنزلي، و200 بالنسبة للتجاري، و300 ل500 بالنسبة للصناعي. المئة كيلو ثمنها يقدر ب ليرتين و90، يعني 290 ليرة حاليا. هل هناك خطة لمساعدة الناس في وقت لاحق؟ إذا ما كان عنده هذا المبلغ، كان عنده 100 ليرة، هل ممكن تساعده؟ يوضع في الخطة ويمكن التعامل معه، ولكن بيبقى للشركة سياستها المالية في قدرتها على شراء الكمية المخصصة للاستهلاك في المنطقة المعينة. يعني ذكرت حضرتك أستاذ مصطفى منذ قليل أنه أحوال الناس يعني ليست بالجيدة، ويعيشون حالة فقر وبطالة مقنعة. إذا هل هناك خطة من الشركة لمساعدتهم للمعسرين أو غير ذلك؟ أكيد أستاذ مصطفى، بيتم وضع خطة، ولكن بيبقى الشركة سياسة الخاصة فيها، لكن في مراعاة مثلا ببعض الحالات يمكن أنه نصل معهم لحل معين يرضي إن شاء الله الأطراف كلها. ما هي علاقة شركة الكهرباء بشركة الماء؟ بالضبط أستاذ. هلأ نحن كان وجودنا بمدينة عفرين والمدن اللي تابعة لها، وجودنا بتنسيق مع المجلس المحلي، فتم تكليف الشركة من قبل المجلس المحلي للقيام وبالتنسيق والتشارك في هذا الأمر، للقيام بتحصيل رسوم جباية المياه عن مدينة عفرين، كون أنه الاستهلاك أو
كميه الطاقه المكلفه او التي بيتم استهلاكها لتغذيه سد ميدانكي ومحطه التحليه كبيره جدا، فاصبحت عبء على المجلس المحلي وعلى مؤسسه المياه في مدينه عفرين. تم الاستعانه مع الشركه السوريه التركيه للطاقه الكهربائيه STA يعني للعمل على تحصيل جبيت او رسم جبيت المياه، والمشروع كان ناجح الى حد ما، يعني جيد بالنسبه للمجلس المحلي وللشركه. يعني هل يمكن القول انها سياسه من اجل جعل المواطن يدفع التكلفه؟ لا، مو يعني مو بالاكراه، لا ما هي بالاكراه. هلا في عندنا عده حالات بالنسبه للمواطنين في مدينه عفرين. في عندك مناطق مغذيه بشبكه المياه، في مناطق خارج منظومه شبكه المياه، في مناطق تم احداثها مؤخرا من 2011 لل 2000. نعم، هذا سنتحدث عنه في الحلقه المقبله، عن حلقه المياه في مدينة عفرين. لكن أستاذي العزيز، السؤال يقول بصيغة أخرى، الضرائب التي لا يستطيع الناس أن يدفعوها أو لا يدفعوها مثل لنقل الماء أو النظافة، هل يتم ربطها بشركة الكهرباء من أجل إجبار الناس على دفعها؟ هل هي سياسة أو شيء غير ذلك؟ لو توضح. هي ما هي سياسة، هي آلية ربما للتشارك في القيام بخدمات المنطقة، سواء من كهرباء سواء من مياه. تكلفة الكهرباء المغذية للسد محطة كبيرة كتير، فالمجلس بالتنسيق مع الشركة راح لهذه المنظومة. الشركة فروي عندك أشخاص ربما عندهم مروا شهرين أو ثلاثة ما عندهم، ما قاموا بالتوجه لشركة الكهرباء لتحصيل أو لشحن الكهرباء، فبيظهر عنده انه هو عليه كسر اشهر معينه، يا ترى هو هالخدمه هو استفاد منها ولا لا؟ هون بيتم التعامل مع هي الحاله، اذا ما له مستفيد يمكن انه يخرج كشف ويعفيه من هذا الموضوع، او يبين له انه غير مستفيد من خدمه المياه او غير داخل بالخطه. اما بالنسبه للشركه فملزمه بتحصيل هذا المبلغ. نعم. ربما ياخر قسط او قسطين منه ما في مشكله، لكن بالاخير هو ملزم عليه يعني هو عليه صاير الرقم يعني بصراحه. نعم. أشكرك ضيفي العزيز الأستاذ مصطفى حنورة، المدير الإداري والقانوني في الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية في مدينة عفرين، والشكر لكم مشاهدي الأعزاء. أترككم بخير وتبقون على خير، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.